اليكم طريقة عمل الشاي. اول شيء نفتح البوري مع الماي، نترس القوري مي، ترس نص القوري، سنكتفي نسد البوري ونخليه على النار لحد ما يغلي. حطينا القوري على النار لحد ما يغلي، نضيف له البثل او الشاي، ومن يفور نحطه باستكان الشاي ونشربه، نحط شكر ونشربه. وبنفس الوقت سوى صوص الجعفورة، مو صوص الجوع، عبارة عن لحم وقواطب والالف، قطعته وقليته بالطاوة، حطيت الدهن وقليته. جعفور تحب الصوصج؟ تاكله؟ خوش. بس حستوي ان شاء الله بين ما هاي يغلي المي نشرب شاي وراه. خبز جعفور عندك خبز؟ خوش خلي زين. تصور بس تطلع ايدك وخر ايدك وخر ايه وخر ايدك تطلع بالفيديو. لا نسوي جعفوري صوصه، هذا لحم يحبه هو دانا. هاي اوف اوف اوف، هاي شغلك الفلاش. واليوم هسه سوينا شاي، فورنا ماي على النار. الله وقع القوري هاي وقع. وهسه دا اسوي الجعفوري تغذية، جعفوري يحب اللحم هذا. يلا جعفوري صورنا صورنا. ايه الزمل زمل. وجعفوري جعفوري 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 احمد احمد حمد. عشان لا تصورني دعك، لا تصور علي. ايه صور صور. انا اسوي صورتك، جا اسوي صوصك احمد ومحمد. ايه احكي احكي عشا قول. ايه صوصك عشا عشا ولدي. شاي شاي. وين الشاي؟ شاي هاي تحت. وين الكاميرا؟ هذه. هسه الماي بدا يفور، بدا الماء يفور. شو سخليه بثل؟ شو خليه بثل شاي يعني؟ بثل شاي، بثل شاي. ما وين الشاي؟ شو خلصان الشاي؟ الجواب خلصان بثل. دي شوية. دافي. دافي. أنا خلي شوية شاي، شاي خلصان. شو صورني صورني، صورني. شو الشاي وينه؟ وهذا الشاي خلصان. يلا بعدين اشتري. يلا طلعنا طلعنا العمويه مالتك، طلعنا هذا لك. ها هذا اقعد. والان شو بدي اصور الاكل؟ وين ما طالع هيك 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 هيك. هسه استوى الوجبه الاولى لحم جعفوري. شو عجبه اصور؟ طلع هذا الوضعيه هيك اي هيك. هاي شو فيها؟ شو فيها بابا؟ هاي ما بيها بيها تمه تمه. تريده؟ ها؟ ذاك الجذريه بيها تمه. بيها صوصك؟ اي صوصك. هسه هاي روح اكل جعفور بين ما اخلص لك الوجبه الثانيه. يلا هسه جعفور بتحضر هسه. هو بعدين اطبخها بعدين. روح اقعد هناك بين ما اطبخ لك اياها. هاك بابا احنا اقعد هناك. روح اقعد هناك اقعد اطبخ. بدك شطه؟ ها؟ شطه؟ ايه فيها. لا شطه بس خاشوقه. بس هناك خاشوقه. بس خاشوقه؟ يلا كيف؟ وابد الشاي يفور وخدر الشاي خدر عيوني اللي منه خدره خيمه خدر الشاي. شوف قام يفور.
بالمي مال البوري الخابط حطينا بثل. هسه نذب بالوجبة الثانية. مي شنو؟ مي ماكو بالثلاجة مي جعفوري. احنا بالشتا هاي ساعة اترسك مي، تعال اترسك من الفلتر. هاي جعفور هاك. اشرب اشرب مي اشرب. اشرب مي. صب لك شاي؟ ها؟ في شاي؟ ها؟ حار؟ ها؟ صب لك شاي؟ ها؟ شاي شاي تريد شاي؟ لا ما حد. نسكافيه؟ نسكافيه؟ هسه شنو عندنا؟ استوى الشاي؟ لا بعد شو تقول جعفور؟ استوى؟ بعد استوى استوى. هاي محروقة هاي، اعطيني اياها كلها. انا لي ليه ليه. ليه محروقة. انفخ عليها انفخ عليها انفخ عليها عمو تبرد. افتحن افتحن عمودي. صوصة شاي كمل. صوصة هذا لحم لحم تغذية. واقف. ما احب شاي. يلا انا اشرب ولا عاد. هات لي شاي؟ اشربه اشربه انا اعطيك بعد واحد ثاني غيره. شربه اي لا. بيشربه لا لا ما يشربه. متاكد؟ متاكد اي. بيشربه انت ليش شربه؟ شربه. حتى وانت لك ما صب. لا هسه حصب. انا حصب وانت خذ هذا. لا هنا ينتهي طريقة عمل الشاي العراقي. ابو الهيل ماي وحطينا بثل وفار وبالخير عليك وبالعافيه. هاي طريقه عمل الشاي ممتديات. جعفور اوكي ها هي؟ ها؟ جعفور يلا شكرا مع السلامه. بعد بعد ها هي؟ لا بعد. يلا ها هي. ارجع فور هاي معه ثاني اتشل 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 علي؟ الك الك كلها خليها يطلع كذا خليها يطلع كذا بابا خلصها بعد زواج حار خلي يبرد يقول خلي يبرد خلي يبرد اصب لك شاي؟ شاي؟ ما تحبه؟ حار؟ اكل اكل البارد عوف الحار. فيديو من مقنع يا غدالين تقول بي صوت حاططها ومقطعها. وين؟ وين بالجار؟ اسمع صوته غير. انا بعدين انقطع انا شنو الصوت مبين بالبداية ماشي. متعاون. تو انا جعفور وهذا. اغرى جعفور وهاي لا هيجي. هاي بدون مونتاج كبر انزل كواليس قناة يوميات جعفور وبقوري هجا كواليس مال قناة حكمية
شكو فيديو بدون مونتاج اذهب هناك. هو ما يمنعني بس انت اللي يمنعك منك. دعفوري اوكي طيب لو جايب الشطل مالتك تاكل برا الشطل تاكل ها كل مره تاكله بالشطل ها والله هاي اكل 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 عادي